نتشرف اليوم بإمضاء هذه الاتفاقية التي تدخل في إطار العمل الترويجي لألعاب البحر المتوسط. اليوم احنا وصلنا كما يقولوا للخط المسار الأخير. مش نظن باللي هذه العملية اليوم راهي عملية نوعية إضافة كذلك ممتازة للتنظيم بصفة عامة. ما يخفاكمش باللي كرة اليد هنا يعني لعبة محبوبة كثيرا، ويعني احنا فرحنا انه كان عندنا نادي اليوم اصبحت سقف الطموحات نتاعو التنظيم على اعلى مستوى، المستوى العربي ولما لا المستوى الدولي والافريقي. وهذه البطولة اللي كانت من المفروض تنظم في شهر اكتوبر راح تنظم في شهر مارس 2022، ونظن بان هذا راح يسمح لنا احنا كاتحادية ولا كل الناس اللي رايحين يدخلوا في هذا التنظيم باش التنظيم يكون على اعلى مستوى، وايضا باش التنظيم هذا يكون يتيح الفرصه لكل المنظمين اللي رايحين يكونوا في الالعاب الاولى الالعاب البحر الابيض المتوسط باش تحلهم الفرصه باش يكملوا كل الاشياء اللي لازم تكون حتى البطوله البحر الابيض المتوسط تكون ايضا التنظيم تاعها على المستوى.